لماذا الأربع نساء؟ مريم، مريم أريدك أن تقرأ سيرة مريم. مريم هتجد فيها إيه؟ لو رجعنا للإنجيل لا شيء، بل إن السيد المسيح خاطبها بطريقة يا امرأة، ومرة نادت عليه ما رضيش يسأل فيها وقال لها دولت إخواني أنا مش معاكي. دي اللي موجود عندنا في القرآن. السيدة مريم ربنا قال لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا لازم نقول ايه؟ كما ورد في البخاري عن الإمام علي أن مريم أفضل نسائها، يعني نساء عالمها، وخديجة أفضل نساء عالمها. يبدو أن السيدة فاطمة فوق المقارنة، لأن السيدة فاطمة عندما تجد أن الله اصطفاها من أي زاوية، أولا لو قلنا أن السيدة فاطمة معصومة هتتقلب الدنيا، لو قلنا السيدة فاطمة معصومة هتتقلب الدنيا. معانا لما النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد نباني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وأنا قدام الكاميرا آدي القرآن الكريم وآدي الأهل البيت هم، النبي بيقول لن يفترقا، مش هيفرقوا، آدي القرآن وادي أهل البيت مش هيفترقوا لحد ما يقابلوني على الحوض الكوثر يوم القيامة. كويس، يبقى القرآن عندنا اللي يقول أهل البيت مش معصومين بيقول القرآن مش معصوم، لأن أنت بتقول ده عمره ما هيفترق عن ده، هل ده عندك معصوم؟ يا تقول آه يا تقول لا. فان قلت لا تبقى شكلك بقيت شيعي، مش الشيعة بيقولوا القرآن محرف كده، ورطت انت بقيت زي الشيعة، مش انتوا بتقولوا الشيعة بيقولوا الشيعة القرآن محرف؟ طب يا اخي احنا هم متمسكين دلوقتي انه مش محرف، انت هتقول انه معصوم ولا مش معصوم؟ فاذا قلت انه محرف يبقى اهل البيت يخربطوا معاك، واذا قلت انه معصوم وبقيت مش زي الشيعة والقرآن سليم 100% يبقى اللي ما يفترقش عنه يبقى معصوم بالضرورة، كده بقيت انت شيعي، لان الشيعة هم اللي بيقولوا على اهل البيت معصومين. شفتوا المصيبة؟ هتقول انت شيعي؟ خليني ما اقول لكم، لان البعض